حدثت مصيبة سوداء تثبت مدى العنصرية الاجتماعية والسياسية التي تعيشها مصر. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين عندهم. مصر داخلة على كارثة تاريخية، زي ما الوطن طردنا من جواه لازم إحنا كمان نطرده من جوانا. الحل الأول هو إننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة. أنا جاتلي فكرة. إحنا إيه؟ مش عارفين. إحنا إيه؟ مش طبيعيين. حضرتك ناشط سياسي؟ لا، ناشط جنسي. قولي لي، هو باسك فعلا؟ لا والله يا بابا كذاب، انا بس ايدي بس. على فكره انا ما بوستهاش، بس انا شفت مكان التطعيم. المهم دلوقتي ان احنا لقينا شعب شبهنا. احنا عايشين كاننا طلينا في قلب روما بالظبط. بص، بتعشق الحضاره الايطاليه. بوناسيرا سينيوري حسن. مفيش اي جهه فوق القانون. لا يا راجل، مفيش حد سيادي على حد الا بالقانون. اللي حصل ان الحياه في البلد وصلت لمرحله البيبي. وانت عايزنا نعمل ايه؟ نشيل البيبي؟ دي خريطه للاوضاع الاجتماعيه في جمهوريه مصر العربيه. وان اي كلام عن الامل يبقى نوع من الوقاحه.